السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى حل أسئلة المفعول لأجله في الصفحة 87 لنبدأ. السؤال الأول: عين المفعول لأجله فيما يأتي. قال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. أين المفعول لأجله في هذه الجملة؟ قلنا بأنه يجب أن نبحث عن الفعل بالبداية. أين الفعل في هذه الجملة؟ يريكم. ماذا أفعل بالفعل؟ أضع قبله كلمة لماذا. نقول: لماذا يريكم البرق؟ خوفا. إذن خوفا هو المفعول لأجله. نستعمل المصابيح الاقتصادية توفيرا للطاقة. لماذا نستعمل المصابيح الاقتصادية؟ توفيرا للطاقة. إذن الإجابة توفيرا. بكى المهاجر شوقا إلى وطنه. لماذا بكى المهاجر شوقا إلى وطنه؟ إذن شوقا هي الإجابة. تتفقد الأم اسطوانة الغاز حفاظا على سلامة العائلة. لماذا تتفقد الأم اسطوانة الغاز حفاظا على سلامة العائلة؟ إذن الإجابة حفاظا. جلس الأبناء في الحاكورة استمتاعا بجمالها. لماذا جلس الأبناء في الحاكورة؟ استمتاعا بجمالها. قال الفرزدق مادحا: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. إذن لماذا يغضي حياء؟ إذن حياء هي المفعول لأجله. السؤال الثاني هو عبارة عن واجب للطالب ويجب حله على الدفتر. أجب عن الأسئلة الآتية مضمنا إجابتك مفعولا لأجله. ألف: لماذا تذهب إلى المدرسة؟ باء: لماذا نعتني بنظافة أجسامنا؟ جيم: لماذا تعقد المسابقات الثقافية في المدرسة؟ دال: لماذا ينضبط الطلبة عند رفع العلم؟ واجب حل هذا السؤال على الدفتر. السؤال الثالث: اجعل كل مصدر من المصادر الآتية مفعولا لأجله في جملة مفيدة من تعبيرك. إكراما نقول: التزم ببيتك إكراما لوطنك. التقاءا نقول: جلسنا في بيوتنا اتقاءا من العدوى. عفوا، اتقاءا، جلسنا في بيوتنا اتقاءا من العدوى. إعجابا: صفق الشعب إعجابا لأداء الجيش. توقيرا: قلوبنا خافقة بحب الوطن توقيرا. حذرا: أخذنا الاحتياطات حذرا من الفيروس. السؤال الرابع: نموذج في الإعراب، أعرب ما تحته خط فيما يأتي. ألف: نقف إجلالا لأرواح الشهداء. إجلالا، بالبداية نذهب، لماذا نقف؟ نقف إجلالا. إذن إجلالا هي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهرة على آخره. لأرواح الشهداء، اللام حرف جر، وأرواح اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. استعملي حزام الأمان حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين. حزام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف. نقول: ماذا استعملي؟ استعمل هي فعل ماضي والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وحزام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف، والأمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لماذا استعملي حزام الأمان؟ حفاظا. إذن مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، أين الفعل صام؟ نضع قبلها لماذا. لماذا صام رمضان؟ إيمانا. إذن إيمانا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر، ما إعراب غفر؟ تم أخذ هذا الإعراب سابقا. غفر مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، هو فعل ماض مبني على الفتح
وهو مبني للمجهول. لماذا قلنا عنه مبني للمجهول؟ لأن فاعله غير ظاهر، ولأنه مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، لذلك نقول عنه فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول. عزيزي الطالب، دون الإجابات على كتابك، أما سؤال الإعراب فدونه على دفترك. شكرا لك.